الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، رفع السماء بلا عمد، بسط الأرض على ماء جمد، قسم أرزاق العباد فلم ينسى فيهم أحد، تفرد بالوحدانية فقال في كتابه العزيز قل هو الله أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وطبيبنا ومؤدبنا ومربينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة الكرام أجمعين وللتابعين إليهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، حديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن سبل الخير في الرسالة المحمدية. هنتعرف اليوم بإذن الله عن طرق فعل الخير في الرسالة المحمدية اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على لسان ربنا جل في علاه. بداية، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هذه هي أول طرق الخير، المغفرة. إزاي إن إحنا نسعى في طريق الخير؟ عن طريق اللي جاءه ربنا سبحانه وتعالى، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. المغفرة بتكون من رب العالمين. سارع علشان خاطر تفوز بالجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم عشان إيه؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هو ما فيش حد هيدخل الجنة غير لما يكون متقي الله عز وجل. أعدت للمتقين. إيه هم صفات المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أربع صفات: الذين ينفقون في السراء والضراء، بينفق معاه أو مش معاه، في حد محتاج حاجة فأنا في جيبي ما فيهوش غير 5 جنيه هفضل هو على نفسي. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الناس النهاردة اللي بتبقى روحها في مناخيرها زي ما بيقولوا، مش بتبقى طايقة كلمة، مش طايقين لبعض كلمة، بنلاقي الخناجات دايرة في الشوارع على ايه؟ على كلام فاضي، مفيش حد طايق لاخوه كلمة. والكاظمين الغيظ، لازم تكظم الغيظ بتاعك، لازم تخلي ربنا سبحانه وتعالى قدامك، لازم تبعد طريق الشيطان. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العافين عن الناس، العفو عند المقدرة. لو انت بايدك انك تاخد حقك بس عافيت، لك اجر عظيم. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ربنا بيحب اللي بيحسن اليه وبيحسن الى الناس. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك فعل الخيرات. اسمع معايا كده وشوف مين اللي بيقول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: اللهم اني اسالك، بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا، امال احنا نعمل ايه؟ ما هو ده قدوه حسنه، المفروض احنا بنمشي على نهجه، بنشوفه بيقول ايه وبنعمل زيه، وبنشوفه بيقول ايه وبنعمل باللي هو بيقوله.
مش بنقول كلام واحنا ابعد ما يكون عن الفعل بتاعه. بنسمع كلام حلو واحاديث نبويه، مين اللي بيعمل؟ مين اللي بيعمل بيها؟ ما هو ده الخير، ما هو ده طريق الخير. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكين. في اعظم من دول؟ في اعظم من انك تكون لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كده، فما بالك بينا احنا؟ فما بالك باللي احنا عاملينه؟ فما بالك باللي احنا عاملينه ببعضينا؟ مفيش حد بيحب حد يكون احسن منه، ما دي طبيعه البشر. بس فيه ان انا اطلع من جيبي وادي الفقير، في ان انا اعمل خير بقدر ما استطيع، في ان انا اشوف اي عمل يقربني الى رضا الله عز وجل واعمله. ما انت النهارده لو طلعت من بيتك او رجعت من بيتك بعد ما رجعت من الشغل ولا بعد ما رجعت من المشوار اللي انت فيه، وقعدت تحاسب نفسك اخر اليوم: هو انا ايه اللي عملته خير في حياتي؟ ايه اللي عملته النهارده؟ هتلاقي نفسك اول شيء ما بتصليش الفرائض في وقتها. ده اول شيء. المؤذن يؤذن: اصلا انا شغال، اصلا انا في ايديا مصلحه بخلصها واروح اصلي، هلحق الجماعه الثانيه، هلحق مش عارف هعمل ايه. طب ما احنا لازم نبتدي بالدور بتاعنا. اول شيء، اول شيء من فعل الخير، اول شيء من الخير بتاعك انك تحاسب نفسك، تحاسب نفسك على كل شيء قبل ان تحاسب. جاء اعرابي الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله عظني ولا تطل، قل لي عظه كده صغيره. فقال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. قال الاعرابي: قد كفيت. الرجل الاعرابي ده جه للنبي وقال له: عز اديني عظه، انا عايز اتعظ، اديني حاجه كده تخليني اخاف من ربنا سبحانه وتعالى واخاف من يوم الحساب. قال له ايه؟ قال له الايه اللي كلنا حافظينها: فمن يعمل مثقال ذره. هو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ذره، ده قال لك مثقال، حاجه اصغر كده، يعني انت عينك لا تقدر تشوف الذره اصلا، انت عينك ما بتقدرش تشوفها الا اصغر منها بقى. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على المثقال ذره اللي انت بتعملها في الخير وهيكافئك عليها. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني عشان تعمل الخير؟ عايز ايه تاني عشان تبعد عن المنكرات؟ عايز ايه تاني علشان خاطر تتجنب الكلام في الفاحشه؟ عايز ايه تاني علشان خاطر تسلك طريق الحق؟ عايز ايه تاني عشان خاطر ما تصليش الفرائض في مواعيدها؟ عايز ايه تاني على انك هجرت القران؟ عايز ايه تاني؟ فين احنا النهارده من الصلاه في مواعيدها؟ فين من قراءه القران؟ فين من حبنا لبعض؟ فين من حبنا للفقراء والمساكين؟ فين 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 ده كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احشرني في زمره المساكين. ده النبي لما قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اسالك حبك. ده عايز النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب من ربنا، وبيقول له: عايز حبك، ناولني ليه؟ طب هل حب ربنا دوت انت بتقول انا بحب ربنا كده عملت اللي عليك؟ ابدا. حب ربنا في اللي امرك بيه تعمله، وفي اللي نهاك عنه تنتهي عنه. ما هو مش 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 حاجه وخلاص. مش انا النهارده علشان خاطر صليت وطلعت لي علامه الصلاه يبقى خلاص انا كده من اولياء الله الصالحين. مش عشان انا خلاص قريت قران يبقى انا بقيت من اولياء الله الصالحين. مش عشان خاطر انا بقوم اصلي الفجر. طب ما ياما ناس بتقوم تصلي الفجر وبتصلي كل المواقيت في مواعيدها وبتختلس وفاتحه الدرج بتاع مكتبها علشان خاطر الرشاوي،
وعامله 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 وعامله، لم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لو الصلاة بتاعتك مش بتنهك عن الفحشاء والمنكر مالكش صلاة، فلا صلاة له، لا صلاة له، لا صلاة له. النبي كررها 3 مرات. الرسائل اللي احنا بنقولها النهاردة عن الخير لازم نطلع من مكاننا ده واحنا عارفين ايه اوجه الخير اللي احنا نعملها، كل واحد بقدر استطاعته، كل واحد في مجاله، كل واحد هيعمل الخير بطريقته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال فيهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا ومن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم جه كده في الصبح وقعد كده مع أصحابه وقال 4 حاجات: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من فيكم اللي صاحي الصبح وهو صائم؟ سيدنا أبو بكر قال لك: أنا يا رسول الله. تاني حاجة قال لك: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. سيدنا أبو بكر برضه، سيدنا أبو بكر يعني إيمانه رجحت الكفة بتاعته عن إيمان الأمة كلها. ليه؟ ما الرجل ده كان بيعمل حاجة ما كانش في حد يقدر يعملها، كان بيعمل حاجات كده الصحابة نفسهم ما كانوش بيقدروا يجمعوا الحاجات اللي كان بيعملها سيدنا أبو بكر في وقت واحد. سيدنا أبو بكر أطعم مسكين، ده الصبح، ده الكلام ده الصبح، وعاد مريض وكان صايم وتابع جنازة. النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه في الآخر يقول لك إيه؟ ما اجتمعنا في رجل، الأربعة دول لو اجتمعوا فيك ما اجتمعوا في رجل إلا دخل الجنة، ربنا هيكتب له الجنة، ملوش حاجة تاني. تاني شيء من أنواع الخير وآخر شيء هختم بيه، ألا وهو بر الوالدين وصلة الأرحام. صلة الأرحام دي اللي احنا مقطعينها، اللي احنا مقطعينها، مش مقطعينها كمان، ده احنا مقطعينها، صلة الأرحام وبر الوالدين. حدث ولا حرج عن مواقف الواحد بيشوفها محزنة. ايه المواقف المحزنة؟ وأكتر شيء يأثر فيك لما تلاقي ابن واخد أبوه ولا أمه ومؤديها دار رعاية المسنين. ده مفيش بعد كده، مفيش بعد كده عقوق، مفيش، مش هتلاقي اللي كانوا بيجروا بيك لما كنت بتسخن ولا كنت بتتعب ولا كانت بطنك بتمغص بالليل، كانوا بيجروا بيك وما كانوش بيناموا، كانوا في عز غلاء الأسعار زمان. ما هو مش غلاء الأسعار مش من النهاردة، ما هو ده من زمان. لو الحياة رفعت جنيه بيقول لك الدنيا غليت، ما ده طبيعي، ده من زمان، في عز غلاء الأسعار بتاع زمان. وما نقدرش ان احنا نقارن غلاء الاسعار بالنهارده، لان كل زمن وليه زمن وليه سلعه وليه 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 حاجات كتيره. اسال ابوك كده وقول له: انت كنت بتدفع لي مثلا كام مصاريف في المدرسه؟ كانت المرتبات كام اصلا زمان؟ وهو كان بيصرف كام؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه علشان خاطر يجيب لك لبس العيد؟ كان بيعمل ايه عشان يجيب لك شنطه جديده تروح بيها في وسط زمايلك تبقى ملابس حياه نظيفه؟
زمان كانت الكتب بتاعتنا كانت بتتغلف بالجرايد، كانت بالجرايد كده كانت بتتغلف، لكن النهارده في جلاد وفي مش عارف ايه. دي حاجه بسيطه. زمان كنت بتاكل نوع فاكهه واحد بس في الاسبوع، النهارده بتاكل نوع واثنين وثلاثه، اللب والفول وكذا 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 وكذا. طب انت مش ليك بقى الحق، ابوك ليه الحق عليك في انك انت تشكره على ان هو رباك واطعمك، وكان ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في اطعامك، جعله سبب في ان انت تبقى راجل، جعلك سبب في ان انت تكبر اصلا. ما هو لو ما اهتمش بيك ورعاك ما انت كنت مت، ما انت ما كنتش بجيت الحاله اللي انت عليها النهارده. اسالوا الناس الكبيره اللي فقدوا الاباء والامهات، يتمنوا لو يرجعوا لو للحظه، يتمنوا يشوفوهم قدامهم. يا كل ابن، يا كل شاب، يا كل فتاه، الاب والام نعمه عظيمه. مش البنت تبقى نايمه النهارده وامها داخله عليها وحاطه رجل على رجل، ما هي نايمه على السرير ما تعبانه، ما هي سهرانه الليل كله، سنين نايمه لحد بعد الظهر. طب وهي اللي هتغسل لك بقى، وهي اللي هتعمل لك الاكل، وهي وهي وهي، وفي الاخر بنقول هي البيوت خربانه منين؟ هي حالات الطلاق زادت منين؟ ما هو احنا الاول احنا اتقينا ربنا اصلا. البنت والام علمت بنتها ازاي تدخل المطبخ، ازاي تعمل اصلا اي حاجه في البيت. فين اوجه الخير؟ ما هو دي كلها اوجه الخير. اوجه الخير في انك لو بريت ابوك وامك كده انت عملت خير. انك تتقي الناس شرك، انك تخلي الناس كده تبعد عن شرك، ده خير. انك ما تؤذيش حد، ده خير. الخير من جنيه بتطلعه من جيبك وبس، لا، ده الخير كتير. اعمل الخير في مجالك، ساعد واحد، يكون انت لو شغال في مستشفى ساعد راجل كبير داخل عايز واسطه ولا عايز حاجه خلصها له، راجل محامي واحد غلبان يعني ما عندوش واحد رافع عليه شهاده ولا بيقول عليه شهاده زور، اجف معاه وما تاخدش منه الاتعاب. دكتور جاي لك مريض بيبقى بايع اللي وراه واللي قدامه، وربنا يرحمنا علشان خاطر يدفع كشف الدكتور ب 300 وب 400 وب 500 جنيه كشف دكتور. ليه؟ ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى مديك نعمه لو ما اتقتش ربنا فيها ياخدها منك. لو ما اتقتش ربنا في النعمه، اي نعمه معاك لو ما اتقتش ربنا من فيها هياخدها منك. اذا كنت راجل حامل لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وما اتقتش الله، ربنا هينزع منك ده. اهل الله وخاصته ربنا بينزعها منك على طول. اذا كنت راجل صاحب مصلحه كبيره ولا صاحب مؤسسه ولا ايا كان منصب كبير وما اتقتش ربنا فيه، ربنا هياخده منك. الكراسي زايله، ولكن اعمالك الخير هي اللي باقيه. عايزين نعمل الخير، عايزين نبص لبكره، عايزين نبص للقبور، عايزين نبص للقبور، الناس اللي في القبور اللي هي بتتمنى قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. عايز يعمل صالح، عايز يعمل خير، عايز يرجع يعمل، قال رب ارجعون، عايز يرجع حتى لو ساعه، يرجع ساعه. انت النهارده في ساعه، انت النهارده ما شاء الله عندك من الوقت المتسع الكبير، بتضيع وقتك في كلام فاضي. هل بعد ما نخلص هل هنراجع نفسنا؟ هل هتقعد مع نفسك بعد ما تروح من البيت وتقول هو ايه اللي انا عملته خير النهارده وايه اللي انا عملته سيئات؟ لو قعدنا نراجع نفسنا بس، تاكد ان 90% من الاعمال اللي انت عملتها في اليوم كلها ذنوب. تاكد ما عملتش غير 10% بس خير والباقي كله ذنوب. حاسب نفسك قبل ما يقفل عليك باب القبر بتاعك. الموت مش بياخد الكبير بس، لا، الموت بياخد الشباب والصغيرين واللي عندهم يوم واللي عندهم 120 سنة. الموت بياخد الكل. فعايزين نتقي الله عز وجل، عايزين أعمال الخير تبقى طالعة كده من جوانا، وإحنا مش الأعمال الخير اللي إحنا بنعملها بتبقى رياء. لا، مش عايزينها رياء، عايزينها خالصة لوجه الله حتى
يتقبلها الله منا سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير أن يرفع قدرنا ومقدارنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا واصلين للأرحام. اللهم اجعلنا واصلين للأرحام. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اكتب لنا الخير حيث كان. اللهم اكتب لنا الخير حيث كان. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم احسن عنهم يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتهم يا كريم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.